هل هي قلة الدراية أم سوء الإدراك أو إهمال المعنيين الذي أودى بحياة الشابة هبة علي رميد غرقا في إحدى بحيرات الجليد في كفر دبيان؟ أسئلة مشروعة لمن يسمع بهذه المأساة، لكن الحادثة وقعت وأتت كارثية على عائلة رميد. نحو الساعة 10:30 قبل ظهر الأحد كانت هبة وابن عمها أحمد رميد يتنزهان على الثلوج في كفر دبيان ويمارسان هواية التصوير قبل أن يصلا إلى أماكن وعرة مليئة بالبحيرات الجليدية وغير مؤهلة لتنزه السياح، فوقع المحظور. أرادا أخذ صورة على الجليد، فكان الثمن حياة الشابة هبة التي ضاعت في جليد الشتاء وهي في عمر الربيع. ولولا تنبه المارة لابن عمها أحمد واتصالهم بالدفاع المدني لكان لقي المصير نفسه. مش أول حادث بيصير من نوعه هيدا، يعني كل سنة تقريبا عنا حادثين ثلاثة عم بيطلعوا بيتصوروا أو بيكونوا عم بيتنزهوا لأنه جليد موصول بالثلج. نعم مفكينا أنه مثلا أنه بيحي الثلج أو شيء، لا بس عم بيطلع أنه بحيرة مي لأنه منطقة للري منطقة للصقاية. أحمد رميد نقله الدفاع المدني فورا إلى مستشفى سان جورج في عجلتون، حيث وضع تحت المراقبة الفائقة لساعات قبل أن يغادر المستشفى، لكن هبة بقيت في المستشفى جثة هامدة. تقريبا اخذت معنا شي 3 ارباع الساعه من النقطه من هون، يعني من مدرسه كفر دبيان، لانه منطقه جرفنا لحتى وصلنا، كسرنا جليد لحتى نزلنا، وتحت المي في كثير وحل، اكيد استعملنا هواء المضغوط لحتى نحن ننزل نعمل عمليه غطس. قلنا نحن انه غمقت بين امطار، مش بس انه غمقت بين امطار، الجليد اللي هو اللي صاير تحت مع الوحل مع الرؤيه اللي هي عدم تحت، استعملنا المصابيح اللي كمان تحت المي. منطقه كفر دبيان التي يؤمها الآلاف من السياح للتمتع بثروجها تكثر فيها البحيرات الزراعية التي تحذر منها بلدية المنطقة. مشوا وحدهم وهن حابين يستكشفوا المنطقة، تعرضوا لقدامهم لبحيرة ومن قلة إدراكهم للمنطقة. هل من خطة لاستدراك هذه الأنواع من الحوادث؟ هلا ممكن نحط إرشادات بلوحات إعلانية إنه هاي المنطقة ما يرتادها للسواح، ممكن هذه، بس ما اجى بفكرنا انه حيروحوا على المناطق الزراعيه اللي منا مفتوحه بهذا الموسم، يعني بس بدهم يبعدوا عن المراكز السياحيه التزلج بكفر دبيان او عن الطرقات العامه، ياخذوا ارشادات قوى الامن الداخلي او الشرطه. عسى ان تكون قصه هبه وابن عمها احمد عبره ودرسا للجميع، فهل من يعتبر ويتعلم؟ فنتحاشى المزيد من الاوجاع في بلد مليء بالمآسي